قررت وين بدي ضل مراد بعد ما يسافر؟ بعثت لكم اكثر من رساله وايميل، ما شفتوهن؟ مراد ما فرجاني اي شيء. قلتي لي انه بالبيت، شو كان عم يعمل؟ ما طلع من اوضته. هالولد رح يجيب لي الجلطه. لا اتركه على راحته، اصلا اليوم تخانقت انا وياه، لهيك حتى على الاكل ما اجى قعد معنا على الطاوله. بس ما ضل كثير على سفرته، لازم يبلش من هلا يجهز حاله. مراد، مراد، كيندا، كيندا بسرعة، كيندا. شوفي شو صاير، اللي شمس. مراد ابني، مراد حكيني بابا، شبك مراد؟ مراد أكيد صاير معه تسمم من المشروب. أنت متأكد؟ إيه. مراد، مراد عم يتنفس. دسي نبضه، عافية يا رب، معناتها شرب كثير اليوم. امسكي له إيده منيح. استنى أنا راح أتصل بالإسعاف. بابا مراد اصحى، ابني شبك. مراد المعلم غالب نشر الخبر بالجريدة. دخلك شو استفدنا من ورا نشر هالخبر؟ دغري لفلفوا الموضوع وكذبوا كل الخبرية. الخبر كان راح يطلع هون بكل الجرايد. يا ريته كان طلع وقلب الدنيا على راسه. الخبرية كانت كذبة مشان هيك وقفوها. لساتك عم تكذب الكل ابني؟ عم تدافع عنهم بعد كل اللي صار معك؟ أنا ما عم دافع عن أي حدا أمي، لا تبلشي. ها يعني بدك ياني صدق الشيء اللي صار؟ ها؟ أنت الوحيد اللي اغتصبتها للبنت ولبست الجريمة، هيك بدك؟ بترجاك ابني، أنا ما عم صدق اللي صار أبداً. بترجاك تقلي إنه أنت بريء وما عملت شيء ريحني. قلي إنه هن اللي عملوها مو أنت. أنا بحاجة لأسمع هالشيء. لو قلت لي إنه أنت عملتها لبكره ما رح صدقك. أنا متأكدة القصة فيها سوء تفاهم، ما هيك ابني؟ اسمعني، لا تسكت وقول شو عملوا. فاطمة كمان سكتت عنه، شلون قدروا يضحكوا عليكم هيك؟ ليك إذا أنت بريء وخايف منهم ليلبسوك تهمة أو شيء، اللي ابني بروح لعندهم وبواجههم بهالشيء بنص بيتهم، أنا بطلع من خرجهم على المزبوط. أنا ماني خايف من شيء. ليك ليش ساكت؟ البنت، شبه البنت، أنا أذيتها كثير لهالبنت. يعني بتعترف بجريمتك؟ ما رح سامح حالي طول ما أنا عايش. لا لا تسامح حالك ابني، وفاطمة كمان ما رح تسامحك على اللي عملته فيها، وأنا كمان ما رح سامحك على عملتك. أنت رح تعيش طول عمرك بعذاب الضمير وما رح ترتاح أبدا. أمي أنا رح أروح من هون، ارجعي على بيتك، بس لإلهم بيت ويستقروا رح سافر. ارجع على بيتي؟ أنو بيت هاد؟ ليش أنت تركت لي بيت حتى أرجع له؟ كنت حبيبة الكل بالضيعة، بس بعد عملتك أنا صرت عدوتهم. الكل هنيك عم يحاولوا يتحاشوني ويبعدوا عني كل ما شافوني. حتى المرضانين بطلوا يجوا يتعالجوا عندي بالبيت. تعرف انه انهجموا علي كمان وقلعوني من الضيعة؟ كانوا رح ينتقموا مني بدالك انت. ها؟ من بعد ما كنت انا تاج راسهم صرت عدوة اهل كل الضيعة.
معك خبر بهالشي؟ بدك يعني ارجع؟ ارجع على بيتي مشان انت تسافر وتنبسط لحالك. ليش انت تركت لي بيت لحتى ارجع واعيش فيه؟ ماني رايحة على أي مكان، ها؟ وأنت كمان ما فيك تروح من هون، عم تفهم ولا لا؟ رح امنعك. شو ذنبها لتتركها هون؟ أنت مديون لهالبنت، ومديون لإلي ومسؤول عن حياتها للبنت. ميسر، حبابي ارجعي، عيب اللي عم تعمليه. لازم تتحمل مسؤولياتك كاملة تجاه فاطمة، عم تفهم؟ ما بصير تتركها أبدا. فهمان شو عم بحكي؟ قلت لك عم تسمعني؟ يلا وعدني، وعدني انه ما تتركها، وانك ما رح تهرب من مسؤولياتك ابني. انا رح كون موجوده لحتى اشوف بعيني. لك ميسر، لك شو؟ اسكت، يلا روح، يلا. من هون ورايح لازم تكون انت المسؤول عن كل اخطائك.